انا بس عايز اعرض لكم صوره لاحمد حمدي نجم نادي الزمالك المصاب مصاب بقطع بي... في الرباط الصليبي وعمل العمليه في مرحله التاهيل بيطمن طبعا الجمهور احمد حمدي ده على فكره اللي جاب الكونفدراليه <applause> يعني يعني ليه مكانة للسنه دي خاصه جدا عند جمهور الزمالك بالجول اللي جابه في الفاينل في نهضة بركان اللي منح الزمالك اللقب الكونفدراليه هذا الموسم اللقب الوحيد في فريق كره القدم ولقب قري مهم وهيلعب بيه في كاس السوبر الافريقي في سبتمبر نهايه سبتمبر ان شاء الله. احمد حمدي مصور صوره وبيطمن جمهوره وبيعمل يعني علامه يعني الـ 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 القوه وان هو راجل يعني بيستعد وبيجهز وان شاء الله احمد حمدي يشفى سريعا وقريبا ويعود مره اخرى الى تشكيله نادي الزمالك من اللعيبه الحقيقه المؤدبه والمحترمه واللي لهم الحقيقه مكانه فنيه عاليه. من الأخبار اللي نزلت زي ما موقع الميدان بيقول انه محمد الشناوي بيقترب من الرحيل من النادي الاهلي، نادي الوحده يتقدم اهو مصادر للميدان، نادي الوحده السعودي يتقدم بعرض رسمي الى النادي الاهلي لضم حارس مرمى الفريق المصري محمد الشناوي خلال فتره الانتقالات الصيفيه. وكمان الاخبار بدات تتردد يعني انه هيبقى في جلسه بين الكابتن محمود الخطيب وبين محمد الشناوي بعد مباراه بيراميدز اهو قدامنا اهو في ده موقع بطولات جلسه بين محمود الخطيب ومحمد الشناوي عقب مباراه مودة دي سبورت <applause> لحاس... بعد مباراه مودرن سبورت لحسم مصير الحارس من العرض السعودي الشناوي وافق على الرحيل للسعوديه وسيخطر الخطيب اثناء الجلسه برغبته في الرحيل. يعني هو الشناوي واخد قراره وهو هيسافر الوحدة السعودي والوحده عرض على الشناوي ان هو يضمه سنتين على فكره ومقابل مادي بيقولوا ب مليون دولار في السنتين والاهلي لن يقل عن اثنين 2.5 مليون دولار في هذه الصفقه. وبالتالي الشناوي الحقيقه تاريخ عظيم مع النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي لدور كبير جدا 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 في البطولات والانتصارات اللي حققها النادي الاهلي منذ قدوم الشناوي لتمثيله فاقل شيء الاهلي ممكن يقدمه انه هو يوافق له على الاحتراف ويعني ينهي حياته او يعني ربما يكمل بعد سنتين او يعود مره اخرى الى مصر او للنادي الاهلي لكن اكبر مكافاه بيقدمها النادي الاهلي الحارس مرمى محمد الشناوي هذا الامر فبعد مباراه بيراميدز مش مودرن سبورت يعني بعد مباراه بيراميدز اللي جايه الاهلي هي هيعلن قراره فيما يخص الشناوي وإحنا عارفين على فكره ان اي لعيب هينتقل للدوري السعودي هيمشي قبل نهايه ثورة سبعة يعني اليو ديانج بعد مباراه بيراميدز اللي هي 22 سبعة هيغادر الى الخلود السعودي كهربا لو الخلود السعودي فعلا هينهي اجراءات ضمه من الاهلي إعارة لمدة سنة برضو بعد يوم 22 يعني ممكن تلاقي بعد مباراة بيراميدز اللي جاية دي الاثنين اللي, اللي جاي زي النهاردة ممكن تلاقي كهربا مشي ممكن تلاقي اليو ديانج مشي ممكن تلاقي الشناوي مشي على فكرة يعني لانه كلهم رايحين الدوري السعودي والانديه السعوديه دلوقتي بدات فترات الاعداد و... وهم بيبقى لهم سيستم زي اي نادي لازم اللاعب ياخد فتره راحه الاول سلبيه وبعدين يرجع يتمرن ويجهزوه والكلام ده قبل انطلاق الدوري السعودي. فممكن تلاقي بعد مباراه بيراميدز الثلاثه دول من نجوم النادي الاهلي انت بتتكلم في الشناوي اليو ديانج وكهربا اليو ديانج اللي وصفه ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي وقال عليه انه افضل لعيب في مصر شافه بيستلم الكوره ويسلم الكرة ويحجز على الكرة بشكل سليم مستخدما قوته الجسمانية يعني بيقدر يحجز ويقدر يستلم ويقدر يسلم من غير ما يعمل فاول من غير ما يعمل اي مشاكل ويستخدم قوته الجسمانيه بشكل كبير بيضرب بيه المثل لما بيجي يتكلم مع لعيبته في التمرير في الاستلام في الكلام ده بيضرب دايما في لعيبه مع لعيبه خط النص بتاعه المنتخب الاولمبي بيضرب المثل بإليو ديانج ايه ده ازاي ده فالحقيقه المساله دي يعني معرفش هل الاهلي هيقدر يكمل الموسم بدون التلاتة ممكن لان الاهلي عنده وفره الحقيقه من اللاعبين كده كده كهربا كان بعيد الفتره اللي فاتت لكن كهربا راجع لقائمه النادي الاهلي في المباراه بتاعه بكره مباراه البلديه بعد خياب شوف كهربا جايب بلد ايه رجع تاني لقائمه النادي الاهلي هو وبيرس تاو يعني ابرز اللي عادوا او ابرز اللي ظهروا فيه او عوده محمود كهربا لقائمه الاهلي في مباراه مودرن سبورت بالدوري مباراه بكره مش سهله على فكره مودرن سبورت صعد للمركز الرابع مقدم ماتشات قويه جدا مع الكابتن طلعت يوسف رغم الهزه اللي حصل للفريق بعد استقاله الدكتور وليد دعبس رئيس النادي ومالك النادي لكن لا يزال الفريق بيقدم مستوى عالي جدا مع كابتن طلعت يوسف وصعد للمركز الرابع النهارده برصيد 47 نقطه فماتش مش سهل بالنسبه للنادي الاهلي عشان كده الراجل احتفظ بالقوة الضربة كاملة اللعيب المصاب بس اللي ما دخلش زي عبد القادر جاله كده جزع في الركبة زي ما قال الدكتور أحمد جابالله طبيب النادي الأهلي وريني كده تصريح الدكتور أحمد جابالله على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بيقول إن أحمد عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أول امبارح أو الأمس خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي بتاعه نفس الكلام عمرو اللي اصابته كمان زي ما اعلن ان هي هتغيبه لنهايه الموسم خلاص يعني الموسم بتاع عمرو السليه انتهى بسبب الـ 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 المشكله بتاعه عضله السمانه وفق نتيجه الرنين اللي اتعمل له فعمرو السليه اصبح بعيد عن اهو الخبر اهو طبعا كان السلية بعد الاصابه في التمرين اللعبه اللعيبه شالته من يعني شالوه ما قدرش يخرج كده على رجليه وخضع لفحص طبي والفحوص والرنين اكدت ان عنده مزق في عضله السمانه وده هيحتاج من اربع اسابيع لست اسابيع عشان يرجع تاني وبالتالي الموسم بتاعه انتهى لأنه احنا خلاص الموسم تقريبا بقى عليه شهر واحد فهيغيب عمرو السليه حتى نهايه الموسم وعمرو السولاي كان قوه ضربه الحقيقه وعامل ماتشات رائعه جدا في الفتره الاخيره فالخارج فحي... من القايمه يا اصابه يا بتوع المنتخب الاولمبي كده يعني يعني اللي خرجوا حمزه علاء منتخب اولمبي مصطفى مخلوف هو كده كده في ثلاث حراس دلوقتي بعد ما الزنفولي انضم للشناوي مصطفى شوبير لقايمه بكره والزنفولي زي ما احنا عارفين الاهلي قرر ان هو يعني يشتريه يعني هو عقده كان اعاره ست شهور بنيه الشراء فالاهلي قرر ان هو يفعل بند الشراء لانه واضح ان الشناوي خلاص ماشي فالزنفولي يبقى موجود مع منح حمزه علاء فرصه الاعاره بعد ما يرجع بالدوره الاولمبيه فتبقى حراسه مرمى الاهلي بعد رحيل الشناوي واعاره حمزه علاء هتبقى مصطفى شوبير والزنفولي ومصطفى مخلوف فاللي غايبين حمزه علاء بص دول المستبعدين اهم حمزه علاء مصطفى مخلوف عمر كمال عبد الواحد محمود متولي كريم الدبيس طبعا منتخب اولمبي علي معلول اصابه احمد عبد القادر اصابه كريستو مستبعد واحمد كوكا منتخب اولمبي وعمر السوليه الاصابه القايمه بتاعه الاهلي في هذه المباراه في حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير والزنفولي خط الدفاع كريم فؤاد محمد هاني محمد عبد المنعم رامي ربيعه ياسر ابراهيم خالد عبد الفتاح دول نفس اللي كانوا موجودين المباراه اللي فاتت بتاعه بيراميدز نص الملعب مروان عطيه كل قوات ضربه موجوده امام عاشور اكرم توفيق افشه حسين الشحات كريم نيدفيد اليو ديانج طاهر محمد طاهر رضا سليم بيرسي تاو العائد بعد غياب الحياه طويل لكن شوف من الاصابه واتمرن وجهز دلوقتي على المشاركه في الهجوم وسام ابو علي ومحمود كهربا والنادي الاهلي داخل مباراه بكره بغرض الفوز لا محاله يعني يعني الاهلي عايز يفضل ضاغط على بيراميدز قبل المباراه بتاعتهم اللي جايه اللي هي يوم 22 الاهلي اللي عنده الماتش ده اللي هو ميعاده بكره اللي هو 16 يوليو بعد كده عنده ماتش الالومنيوم 19 يوليو في الكاس هيلعب طبعا بالصف الثاني وبعد كده عنده مباراه بيراميدز يوم 22 في حاله كسب ده وداخل مباراة بيراميدز بروح معنويه عاليه وكان كسبان بيراميدز من كام يوم وكسب مباراة بيراميدز اللي جاي اعتقد كده الاهلي خلاص بنسبه 100% اصبح بطلا لدوري هذا الموسم فهو عايز يخش مباراة بيراميدز بروح معنويه مرتفعه جدا وداخل مباراة بكره عايز يكسب مع الوضع في الاعتبار المنافس مش سهل فريق مودن سبورت مش سهل بيمتلك مدرب عنده خبرات عظيمه جدا الكابتن طلعت يوسف سواء في الزون ديفنس والاداء الدفاع والتقفيل سواء الضغط على الخصم مع نص الملعب او من قدام عنده لعيبه بيعرف يوظف امكانياتها كويس جدا 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 الراجل هادي مش مندفع بيذاكر بي اكيد الاهلي بشكل كبير جدا فالمباراه مش هتبقى سهله بالنسبه لي النادي الاهلي بكره قدام مودرن سبورت. أه... فانا قلت لكم هقول طبعا عمر كمال عبد الواحد غايب بسبب النزله المعويه اللي جات له وانتظم في التدريبات يعني والدكتور احمد جاب الله طمنا عليه وقال خلاص تعافى تماما من النزله المعويه كانت شديده شويه وعمل تدريبات علاجيه واستشفائيه وخلاص على هامش المران العلاجي وبعد على طول مباراه مودن سبورت هينضم للتدريبات ويبقى جاهز من اول المباراه سواء بتاعت الالمونيوم في الكاس ممكن يجربوا كده شوط ولا حاجه مستر كولر ومباراه <applause> بيراميدز اللي هي هتبقى ان شاء الله يوم الاثنين المقبل